السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتاتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كل عام وأنتم بألف خير ورمضانكم مبارك. حبيباتي، حبيت نشارك معكم هاد التحلية باردة، تجي زوينة. تحلية طبقات، تجي في الكاسات، تجي في المول، كيف ما تحبوا. حبيت نشاركها معكم، أتمنى تعجبكم، تنال رضاكم. أتمنى هاد الفيديو إن شاء الله يعجبكم ويلقاكم بخير وعلى خير. حبيباتي، المكونات هما: عندي كاس مش مملوء من الدقيق، ودرت معاه 4 معالق سكر، خلطتهم مع بعض الدقيق والسكر، وغندير معاهم 3 كيسان ونص ديال الحليب. وعندي هاد الكيك، كان بقالي من واحد الكيك كنت درتو وجوفت الكيك، وبقالي هاد الكيك، قلت غنستغلو ونديرو في هاد التحليه. صافي، هادو هما المكونات. وفي الاخير غندير شويه ديال الزبده وفانيليا للتنسيم. عندي صوص تاني اللي غادي يجي لفوق الطبقه او الطبقه الثانيه. عندي كاس تاع الماء، صوص زوين وبسيط لكن تيجي زوين لذيذ. وعندي ملعقه ديال النشا، ملعقه ديال الكاكاو، جوج معالق ديال السكر وفانيليا للتنسيم، وشويه ديال الزبده في الاخير باش يخلي لينا ديك اللمعه تجي زوينه. وصافي حبيباتي، هادو هما المكونات، تجي تحليه زوينه وبارده للفطور او للسحور، وحتى بعد لما يروح الانسان من التراويح يلقى حاجه بارده. كويسات درتهم على هذا الشكل. بسم الله على بركه الله. بسم الله، الكاس الاول ديال الحليب، كاس تاني، كاس تالت، ودابا 3 الكيسان ونص. دابا نحركوها مزيان لتذوب كل المكونات. التحلية للفطور او للسحور، يا سلام، ونعيشة ومغذية. اتمنى حبيباتي تعجبكم، اتمنى الفيديو يعجبكم. كان عجبكم ما تنسونيش من لايك، اللي مازال ما دارش اشتراك دير اشتراك، فعلوا الجرس اول مره يشوف قناتي، فضلا وليس امرا. دابا غادي نرفعها على الغاز، كيف تعرف الجميع حبيباتي، ما نغفلوش عليها دائما، نبقاو نحركو فيها. ها هي تقالت معانا، مع ذلك ما نغفلوش من التحريك لين تولي فقاعات، عاد نضيفوا عليها فانيليا ونضيفوا عليها الزبده. شفتوا الفقاعات؟ بسم الله. وصافي نطفي عليها ونضيف الفانيليا. صافي حبيباتي، بسم الله، دابا نضيفوها في كاسات ان شاء الله، نصبوها للكاسات. وهنا عبيت الكاسات ديالي، جاو على هذا الشكل. ودابا غنمشيو حبيباتي للصوص، للصوص الاقتصادي لكن تيجي لذيذ ورائع. دابا حبيباتي نضيف الصوص. بسم الله، كاس ديال الماء ديال العنبه، ربع العنبه، معلقتين ديال السكر، السكر حسب الرغبه اكيد، معلقه ديال مملوئين ديال النشا، ومعلقه ديال او مايزينا، ومعلقه ديال بودره الكاكاو. اللي باغي كمية كبيرة يزود المقادير، يعني يدوبلهم، مثلا 2 كيسان تاع الماء، 2 معالق نشا، 2 معالق كاكاو، السكر يدير 4 معالق، او السكر طبعا تيبقى دائما حسب الرغبة. بسم الله، تبدأ فوق النار.
بدات تتقال معنا شويه، ما نغفلوش عليها من التحريك. راه صلحت على هاد القوام، درت الفقاعات، غادي نضيف ليها معلقه ديال الزبده وفانيليا. الصوص يجينا على هذا الشكل، شويه نخليه في سائل باش يساعدنا. صوص اقتصادي ولذيذ، وهاد التحليه اقتصاديه ولذيذه وزوينه وسهله وسريعه. اتمنى حبيباتي تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله وتعجبكم. صافي حبيباتي، بلا ما نطول عليكم فيديو غنكمل ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما تبرد، تشوفوا الشكل النهائي حبيباتي. وشكرا لكم بزاف بزاف على تعليقاتكم المحفزه. وحبيباتي هذه هي التحليه، التزيين حتى هو غيكون بسيط حسب الموجود، بابسط الحاجات نفرحوا وليداتنا اهالينا. اتمنى تعجبكم التحليه البسيطه من ايدين اختكم البسيطه متواضعة، أتمنى تنال رضاكم. أتمنى ما تبخلوش عليا من لايك، وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم. شكرا لكم خواتي الغاليات، إن شاء الله ربي يديمكم نعمة في حياتي يا رب. إن شاء الله الأيام مباركة عليكم بالصحة والسلامة وبالأمن والأمان والسلام وبالخير وبالرزق لكم ولوليداتكم كل ما عز عليكم. تحلية زوينة لكن راها لذيذة وزوينة، نتمنى تعجبكم. وحبيباتي زينت على هذا الشكل وزوينة ولذيذة ومنعشة مع الفطور او مع السحور او حتى بعد التراويح لما يرجع الانسان من التراويح، حاجة يلقاها باردة زوينة وبسيطة، بسيطة جدا جدا، مكوناتها بساط. نتمنى ان شاء الله تكون في كل البيت حبيباتي. اخوتي خواتاتي لاول مره يشوف قناتي، نتمنى يدير اشتراك ويفعلوا الجرس. وجزاكم الله كل خير، واحبكم في الله وراكم عزاز وغاليين. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، بالصحه والراحه.